في اليوم الجميل ده والتكريم الرائع وانت في بيتك، وانت في حد عمرك يتكلم بعديك اسكت يعني دكتور حسن، في يوم الجميل ده التكريم الحسنين حسن حمدي وحسن مصطفى، اكيد عندك مشاعر عايز تقولها للسادة الحضور والسادة المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير جميعا، وكل سنة وحضرتكم طيبين بمناسبة مولد النبوي الشريف. وانا في الحقيقة يعني وجودي هنا حاجة مفخرة ليا وحاجة اتشرف بيها، ان انا اكرم من النادي الاهلي واكرم مع اخويا وصديقي العزيز كابتن حسن حمدي في يوم واحد. فدي في الحقيقة شرف ليا كبير جدا. انا مش عايز الكلام لان مش عايز كما اطول على حضراتكم، لكن المسيرة كانت صعبة جدا سواء الاتحاد المصري او الاتحاد الدولي. يعني لو الاتحاد المصري، لو قلت لحضراتكم ان انا لما جيت للاتحاد المصري جديد كانت مصر لم تحصل على بطولة افريقيا، كان بين الثالث والرابع بين الجزائر وتونس وتونس والجزائر او الجزائر وتونس، وبعدين مصر تيجي من ثلاثة او اربعة. من سنة 1985 حتى سنة 1991 مصر لم تحصل على بطولة افريقيا ولم تشترك في كاس عالم ولم تشترك في دورة اولمبية، والحمد لله ربنا وفقنا. الجزء الثاني انا مش هتكلم بقى على المسيرة بتاعت كرة اليد في مصر، طبعا يعني بعد كده في رجال جوه بعدية وعملوا نفس الشيفمنت. يعني الجزء الثاني طبعا الصعب بالنسبة لي زي ما كابتن شبير والكابتن عادلي اشاروا، يعني انا اول مرة انزل الاتحاد الدولي لكرة اليد، كان رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في ذلك الوقت هو مستر ايرفان لانس، ده وزير خارجية النمسا، والحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا سنة 2000. انا من سنة 1992 عضو مجلس إدارة في الاتحاد الدولي لكرة اليد، وكنت رئيس لجنة اللجنة الفنية لغاية الوقت لغاية المرة دي. يعني طبعا في ثلاث مرات بدون انتخابات يعني تزكية. اللي انا عايز اقوله، انا بربط الكلام ده بعلاقتي بالنادي الاهلي. انا تعلمت من النادي الاهلي المبادئ الصح، ايه هي الرياضة وايه هي الروح الرياضية وايه المنافس. يعني حتى مثلا ناس كتير للأسف يقول لك الفلان بيلعب ضد فلان او الخصم، الرياضة ما فيهاش ولا فيها خصومة ولا ضد ولا بتاع وكلام زي كده. ده اللي احنا اتعلمناه في مبادئ النادي الاهلي. لما انا جيت كرئيس الاتحاد الدولي كان اللعبة لعبة اوروبية، فازاي واحد افريقي عربي يخش في المجال ده ويكسب؟ فطبعا الاوروبيين كلهم كانوا ضد. يعني مثلا احنا عندنا 54 دولة في الاتحاد الاوروبي، مثلا نقول مثلا 48 49 دولة ضدي. الحمد لله الحمد لله، يعني من خلال مبادئ النادي الاهلي تعلمناها من الكبار بتوعنا اللي هم قدوه لينا واحنا تمثلنا بيهم، وكنا احنا لان هو القائد او الليدرز لازم يبقى مثل اعلى سواء المدربين او الحكام او المدربين. احنا تعلمنا من مدرسه النادي الاهلي ازاي تقود وازاي تبقى راجل فير وازاي ما تتحيزش. يعني اللي انا عايز اقوله حاجه مهمه جدا، النادي الاهلي النادي الاهلي لو حس ان في حاجه اتعملت تحيز للنادي الاهلي هتفيده لا يقبل هذا الكلام ومش ما يحترمش اللي عمل كده. هو ده النادي الاهلي. يعني مش معنى ان انت انا هاخد يعني حاجه مكسب ليا او نتيجه ليا او مأسكت، لا، النادي الاهلي مش هيحترمك، لانك لو عملت كده مع النادي الاهلي بكره هتعمل مع نادي اكس ونادي زد ونادي وهكذا. فاللي انا عايز اقوله ان احنا انا بربط الموضوعات ببعضها، ان انا اللي انا فيه دلوقتي او وصولي للاتحاد الدولي ونجاحي الحمد لله يعني لغايه دلوقتي مش كلام انا، ده كلام الناس كلها. ودي اللي على كده ان الاوروبيين اللي كانوا رافضيني من الاول، انا ما كنتش عايز انزل الدوره اللي جايه دي اللي هي تبدا يوم 6 نوفمبر
دورة اللي هو مجلس الجمعية العمومية بتاعتنا للانتخابات، لكن أنا كنت في أوروبا في الاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي في فيينا، والأوروبيين هم اللي جروا ورايا قالوا لي لو سمحت ما تسيبش الاتحاد الدولي خليك معانا دلوقتي. شوف من إيه؟ فأنا في الحقيقة يعني أوجه كل الشكر للكابتن محمود الخطيب والسادة مجلس إدارة الاتحاد النادي الأهلي على إن هم افتكروني وكرموني، ودي حاجة طبعا تسعدني جدا، وبتمنى إن احنا إن شاء الله كده في خلال المرحلة الجاية النادي الأهلي يمشي بمبادئه إلى ما لا نهاية إن شاء الله، عشان نعلم الرياضيين الناس كلها. قبل ما أنهي كلمتي، أنا ليا كلمة ممكن أكون ماليش حق فيها، لكن أنا عايز أقول إن احنا عايزين النادي الأهلي يعمل مبادرة من هنا إن احنا نصفي ونعمل الجو الرياضي على مستوى مصر كلها. النادي الأهلي بيقود مصر في الرياضة، فعشان كده عايزين احنا نعمل مبادرة إن احنا نصفي الأجواء اللي بين الناس وبعضها في الرياضة المصرية إن شاء الله تحت قيادة الكابتن محمود الخطيب. سبير قال لي أقول شكراً إمتى للكابتن حسن؟ لا بس في نقطة عايز أقول لك عليها. شوبير أيوة راجل إعلامي، لكن أنا كنت الكابتن بتاعه في فرقة الشمس. طبعاً لازم. وبعدين ما أعرفش أنت حضرتك وتعرفوا فرقة الشمس ولا لا؟ الناس منهم قاعدين. فانا هديكم حاجه بس بسيطه كده بسرعه. ازاي شوف احنا لعبه، يعني ده مش رياضه تنافسيه، يعني على مستوى الاتحادات، على مستوى الاتحادات وبتاع وكلام. لكن انا كان الانضباط توقيتات، وكان الله يقدس روحه انيس عطيه، فكان ايه راجل هو صاحب الكوره وصاحب الملعب، وهو اللي بيجم وهو اللي بيقسم وهو اللي يحكم وهو كل حاجه. فأحد المرات ملك الظلمة، فالمهم أحد المرات، معلش هطول عليكم ثانية واحدة، أحد المرات كان كابتن الأستاذ فريد شوقي الله يرحمه، كان هو عضو معنا في فرقة الشمس، فبيقولوا له وعملوا لهم انترفيو في التلفزيون، فبيقولوا له يا وحش الشاشة، بيقول له احنا عايزين نعرف ايه يعني هواياتك ايه؟ قال لهم انا رئيس فريق الشمس في النادي الاهلي، فسمعوا انيس عطيه. فالمهم ايه، احنا كنا بنلعب سبت وثلاث وخميس، فاكر انت؟ طبعا. فالمهم احد يعني مسكنا الكلام ده كان يوم سبت يوم الثلاث، فهو شاف فريق شوقي داخل يقلع، فراح مقسمنا ده هنا وده هنا العب، ورحنا لاعبين. فجه فريق شوقي متاخر يعني خمس دقائق ست دقائق، يا انيس بيه يندهله، يا انيس بيه ما بيردش، يا انيس بيه 10 15 مره، فراح رايح له عايز ايه يا فريد؟ قال له عايز العب ربع ساعة. قال له انت مش هتلعب المرة دي، ولو ندهت عليها تاني مش هتلعب طول حياتك. شكرا.